على النادي الاهلي في الصحف. وصلنا للشروق وموضوع احمد فتحي، ان الموضوع مش بالصوره اللي مكتوب بيها الخبر، يعني في الحقيقه ما فيش اصلا قصه. يعني طبيعي ان احمد فتحي يكون زعلان عادي ان هو ما بيلعبش، مش عايز اسمي اسماء لاعبين، لكن اي لعيب غيران على نفسه على اسمه وعلى اسم ناديه بيبقى زعلان ان هو ما بيلعبش، شيء طبيعي. لكن في نفس الوقت ما فيش الكلام المكتوب للاعب مستقبل استبعاد ويدرس الرحيل في يناير. لو هو بيدرس الرحيل اصلا كان عنده الفرصه دلوقتي ان هو يتكلم في الموضوع ده، تمام، لان لسه فتره الانتقالات مفتوحه والجهاز الفني يستقر على قيد نيدفيد وسعد. هتلاقي الاسماء مختلفه على موضوع القيد ده، يعني في بعض الجرايد تكتب لك نيدفيد وسعد، والبعض الاخر يكتب لك محمد محمود ونيدفيد، والبعض الاخر يقول لك سعد ومحمد محمود، والناس ثانيه تقول لك احمد حمدي وحسين يعني هتلاقي كلام مختلف. يعني نروح لروزا اليوسف، بتقول ايه روزا اليوسف؟ الاهلي وبيراميدز صراع البشوات. ماشي، صراع البشوات لان فرقتين تقال جدا، تمام، اللاعبين بتوعهم بمبالغ ماليه كبيره، دي حقيقه، سواء الاهلي او بيراميدز. النادي الاهلي عنده لاعبين مميزين جدا، بيراميدز عنده لاعبين مميزين جدا، مباراه تكاد تكون متكافئه ما بين الاثنين. لكن هم كمان كاتبين في المتن ايه؟ كاتبين الاهلي وبيراميدز معركة نارية ينتظرها عشاق الكرة المصرية غدا عندما يصطدم العملاقان الأهلي وبيراميدز. لا استنى هنا، ارجع لي يا بيبو بعد إذنك، تاني كده هقرأ حضراتكم تاني، لأن استنى عندك بس استنى. ينتظرها عشاق الكرة المصرية غدا مباراة الأهلي وبيراميدز عندما يصطدم العملاقان الأهلي وبيراميدز. لا في الحقيقة أنا مش شايف غير عملاق واحد، يعني واقعيا عملاق واحد اللي في المباراة الاهلي بتاريخه هو العملاق، لكن بيراميدز تاريخ بيراميدز ايه؟ ما فيش تاريخ لبيراميدز، فرقه محترمه ادارتها اداره محترمه، كل الامور دي انا ما عنديش مشكله فيها، لعيبه كويسه جدا مميزه جدا، لكن عملاقان لا. عملاقان لو بتتكلم موضوع مبالغ ماليه وكلام من ده ماشي، لكن لو بتتكلم تاريخ لا، ما فيش وجه مقارنه. استنى عندك الاهلي العملاق في مصر، انا ممكن اتفهم لما تقول العملاقان على مباراه الاهلي والزمالك، نادي الاهلي فريق عملاق او نادي عملاق، نادي الزمالك نادي عملاق، اه طبيعي قطبي الكره المصريه اتفهم دي جدا، اسماعيلي اوكي، اتحاد ماشي تاريخي برضه جماهيريه كبير، تمام، ده اللي اتفهمه. لكن عملاقان اهلي وبيراميدز لا، مش منطقي بصراحه خالص يعني. لكن المباراه فيها عملاق واحد ده بخلاف طبعا المباراه ونتائجها وظروفها وكلام من ده، دي حاجه ثانيه، دي قصه ثانيه، لكن انا بتكلم من الجانب التاريخي، تمام. بس يعني نعدل بس على الجزئيه دي. لكن عملاق الاهلي والبيراميدز في مواجهه صعبه في دور ال 16، مواجهه طبعا صعبه، المباراه تبدو متكافئه، اه طبعا المباراه ممكن تكون متكافئه لان الفرقتين تقال. طيب